اهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما دلالات تصدر العراق ما بعد الاحتلال عام 2003 قائمه الدول التي يتعرض فيها المواطنون لكافه انواع الانتهاكات والجرائم، حتى اصبح اعلى الدول بمعدل الانتهاكات في العالم لا سيما بالتغييب القسري. قسم حقوق الانسان في هيئه علماء المسلمين في العراق عقد ندوه خاصه بمناسبه اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، أكد فيها أن السلطات الحكومية في العراق غير جادة في محاسبة المتورطين بجرائم التغييب القسري، مشيرين إلى وجود تواطؤ بين حكومات الاحتلال المتعاقبة والميليشيات بارتكاب هذه الجرائم. نتساءل في هذه الحلقة ما تداعيات استمرار ارتكاب جرائم الإخفاء القسري في العراق على المشهد العراقي وعلى المجتمع العراقي؟ لماذا يستمر صمت المجتمع الدولي في ظل غياب دور القضاء؟ وماذا ينبغي على ذوي المفقودين والمخفيين قسريا فعله لإنصافهم وإيقاف جرائم التغييب القسري؟ نناقش هذه القضية ونضعها تحت الضوء مع ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، حياكم الله، والأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية ضيفتي في الحلقة عبر سكايب. مرحبا بك أستاذة إيناس. مرحبا بك دكتور سمير ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. اهلا بك، وايضا ارحب بالاستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد افاد ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك استاذ حسين. اهلا لك. اذا مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، نشاهد بدايه هذا التقرير ثم نبدا بالحوار، كونوا معنا. لا يعقد مؤتمر دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إلا كان العراق على قائمة الدول التي يتعرض فيها المواطنون لكافة أنواع الانتهاكات. وحين يستذكر العالم اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، فإنه لا بد من استذكار أكثر من مليون عراقي مفقود، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت أن العراق هو أحد أكبر الدول في العالم في معدلات المفقودين. ويعد الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عقد ندوة خاصة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أكد فيها على أن السلطات الحكومية في العراق غير جادة في محاسبة المتورطين بجرائم التغييب والإخفاء القسري، مشيرين إلى وجود تواطؤ واضح بين الحكومات المتعاقبة والميليشيات التي ترتكب هذه الجرائم. فيما أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ملف الإخفاء القسري في العراق مرتبط بالقضايا السياسية بالدرجة الأساس، وأن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتعاطى بشكل جدي وحقيقي مع ملف الإخفاء القسري، واكتفت بمجرد تشكيل لجان لم تعمل بطريقة حقيقية، وبالتالي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية. ملف المخفيين قسرا هو أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا، فقد أصبح استخدام الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المخفيين، بل يصيب مجتمعهم ككل بحسب الأمم المتحدة. على مدى عمليات الإخفاء القسري في العراق تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران، لا سيما ميليشيا الحشد، بينما تجري تلك العمليات برعاية الحكومات المدعومة من طهران وسط صمت دولي وقضاء متواطئ وانتظار مؤلم ومستمر لذوي المخفيين قسريا لمعرفة مصير أبنائهم. إذن أبدأ معك أستاذ مجاهد الطائي، إلى أي مدى استخدم ملف جرائم الإخفاء القسري لخدمة قضايا سياسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم. طبعا جميع يعني وسائل العنف التي تمارس من قبل الأجهزة الأمنية أو الميليشيات أو الأجهزة الخاصة سواء في العراق أو غيره لها غايات سياسية بطريقة أو بأخرى. يعني في العراق لأن النظام السياسي نظام بطبيعته نظام طائفي، نظام قائم على المحاصصة، وبالتالي فإن أي سياق يسير فيه هذا النظام وأي إجراءات قمعية تمارس ضد هذا الطرف أو ذاك تخضع لنفس النظام ونفس القواعد التي رسخ النظام نفسه عليها، وبالتالي فإن هذا
هذه الممارسات إن كانت ضد المدن المحررة من داعش أو الوسائل التي تمارس ضد المدن التي انتفضت في تشرين ضد الفساد والمحسوبيات والفشل العام للنظام السياسي ويعني تراجع شرعيته خلال السنوات. فجميع هذه السلوكيات لها غايات سياسية تريد بث الرعب. يعني الممارسات التي تمارسها هذه الميليشيات لديها بعد أن هذه الميليشيات وكأنها حرس خاص لهذا النظام، هي فوق القانون فوق الدستور، هي تشكل يعني ليس لديها خطوط حمر. يعني جميع الأنظمة جميع الأجهزة الأمنية التي تمارس أي نوع من القمع يكون هناك محاسبة ومسؤولية كجزء من القاطع الذي تفرض سيطرتها في أي مدينة في أي حي في أي ولاية، وبالتالي يكون هناك نوع من المحاسبة. حتى الرصاصة التي تطلق يتم محاسبة الجندي في النظم المحترمة والأجهزة الأمنية المحترمة. أما فيما يتعلق بالميليشيات التي تعتبر خارج المنظومة الأمنية من ناحية المحاسبة والمسؤولية وهي داخلها من ناحية التمويل ويعني الزي الرسمي والقانون والغطاء الاجتماعي والديني وغطاء الدولة، جميع هذه الممارسات تريد أن تقول هذا النظام يجب أن يستمر وهو محمي من قبل هذه الميليشيات، ولا تستطيع أي قوة داخلية سواء كانت من نفس المكون كما حصل في تشرين أو من خارج المكون كما حصل في انتفاضة عام 2013 والاعتصامات في المدن الشمالية والغربية. وبالتالي هذه الممارسات جميعها لها غايات سياسية تريد بث الرعب والخوف من أن أي مساس بهذا النظام سيؤدي بالنتيجة إلى يعني قمع مفرط أو تغيب عن الوجود. لعل ما يجري في العراق من إخفاق قسري يعني لا يوجد في كل دول العالم، فقط في العراق عندما يقوم النظام بحماية مكاسبه السياسية يلجأ إلى إخفاء وتغييب المواطنين تحت الأرض في المعتقلات في القتل في المقابر الجماعية. يعني هذه الممارسات في الحقيقة يعني هناك ربط ما بين عملية الإخفاء القسري والمقابر الجماعية. هناك يعني نوع من يعني الترابط ما بين الجرائم. يعني حتى النظام والسلطات جميعها هناك نوع من التستر ونوع من التواطؤ الجماعي لعدم محاسبة هذه الميليشيات. ولعل المقابر الجماعية أيضا وسيلة من وسائل الإخفاء القسري. نعم. أكيد يعني هناك إذا تسأل الأمم المتحدة هناك عدد كبير من التقارير التي صدرت عنها وبالتفصيل وبالأسماء وبالتواريخ تتحدث عن تلك الجرائم. المسؤوليات تقع على كما حصل مع حكومة حيدر العبادي. أيضا كان هناك فقط أن نتعرف على مفهوم التغييب والإخفاء القسري، أنتقل بسؤال للأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية. أستاذة إيناس، ما هو مفهوم التغييب القسري والإخفاء القسري؟ مساء الخير لك مجددا دكتور سمير. يعني فعليا الإخفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، عرف بأنه قيام السلطات أو جهات رسمية في الدولة أو من يقوم بمقامها أو يكون مفوضا عنها بإخفاء أشخاص لغايات سياسية بشكل ممنهج بقصد إهلاكهم أو قتلهم بقصد تعذيبهم. فعليا هذا يعني هذا المفهوم الواسع الذي عرفته الاتفاقية الدولية الخاصة بأشكال الاختفاء القسري شملت كافة الأفعال فعليا التي تحدث في العراق اليوم، خاصة عند الحديث عن التقارير التي صدرت ووصفت بأن الأعداد بأقلها توصف بأنها 250 ألف إلى مليون شخص اليوم في العراق مختفين قسريا. هذا الأمر يدل بأن هذا الفعل ممنهج ولا يمكن أبدا أن يكون فقط حالات فردية. هناك غطاء يعني تضعه الحكومة أو تضعه الجهات الرسمية من أجل القيام بهذه العمليات خارج إطار القانون، ولكن مع إطفاء الصبغة القانونية عليه من خلال عدم المساءلة وعدم إحالة الأشخاص المتورطين إلى القضاء.
يعني أكثر من تقرير وأكثر من شكوى قدمت في هذا المجال إلى الجهات الدولية وإلى أيضا الأمم المتحدة والمجلس الدولي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن مع الأسف لم تستجب السلطات العراقية من أجل القيام بخطوات جادة من أجل الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص أو حتى أماكنهم أو حتى أستاذة إيناس، إذا كانت الحكومات المتعاقبة في العراق هي برعاية دولية، وخصوصا عندما أسس نظام المحاصصة في العراق بعد عام 2003، الحكومات المتعاقبة كلها برعاية أمريكية وأيضا إيرانية. المجتمع الدولي هنا أيضا يعني هناك اعتراف رسمي بهذه الحكومات، وبالتالي ألا يتحمل المجتمع الدولي ما يجري في العراق من جرائم إخفاء قسري بتغاضيه عن هذه الجرائم ودعمه لهذه الحكومات؟ نعم، بالتأكيد الحكومة الرسمية أو النظام الرسمي في أي بلد هو النظام المسؤول أمام المجتمع الدولي وأمام القوانين الدولية عن تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان في البلد الموجود فيها هذا النظام. وبالتأكيد فإن الحديث عن مسؤولية دولية هي مباشرة بين النظام العراقي وبين المجتمع الدولي ممثلا بالآليات الدولية، خاصة الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان وأيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعندما نتحدث عن أن هناك يعني تقصير أو يعني دعنا نقول تهاون بمساءلة العراق عن هذا الأمر، فنعم هناك أيضا مشاركة من قبل المجتمع الدولي أو الآليات الدولية لنكن محددين، لأن هناك المجتمع الدولي يضم أيضا المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك العديد من الدعوات التي وجهت لفتح تحقيق فيما يحدث في العراق. والآن على سبيل المثال بعد العديد من التواصل، يعني تواصل بين المجتمعات من بين المنظمات الدولية والنظام العراقي، اليوم تمت الموافقة على إرسال بعثة خاصة من الأمم المتحدة إلى العراق، وسوف تقوم بزيارتها إلى العراق في شهر 11 من هذا العام، أي بعد شهرين. وهذه اللجنة تعد اللجنة الأولى من نوعها المعنية في بحث ملف الاختفاء القسري، والتي أتمنى أن يكون هناك أيضا استثمار لهذه الفرصة، لأن هذه اللجنة على سبيل المثال بإمكانها تقصي الحقائق، تقصي المعلومات من قبل الضحايا أنفسهم أو أهاليهم، بالإضافة إلى أن إذا كان هناك أي مجتمعات أو أي مؤسسات مجتمع مدني في العراق لديها توثيقات، لديها صور، لديها أي معلومات، فلا لابد من ايصالها الى هذه. طيب استاذ ايناس، اسمح لي فقط ان انتقل بالسؤال للاستاذ حسين دلي. استاذ حسين، الكثير من وسائل الاعلام الدوليه سلطت الضوء على جرائم وانتهاكات ارتكبتها الميليشيات في اثناء العمليات يعني بعد عام 2014 والى حد عام 2018، وخاصه مجله دير شبيغل الالمانيه والكثير من الصحف والمراسلين، وكانوا يعني بالصوت والصوره والفيديوهات موثقين هذه الوقائع. رغم ذلك هناك صمت دولي، هناك استخدام لاستراتيجية الإخفاء القسري باعتراف الأمم المتحدة في العراق. يا ترى كيف نفهم هذه يعني ازدواجية الحكومات المتعاقبة والميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ جرائم الإخفاء القسري؟ هناك الكثير من الحقوقيين يتهمون الحكومات المتعاقبة والميليشيات معا في ارتكاب هذه الجرائم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه الدكتورين المهتمين. والحقيقه اولا اريد اتحدث بالفتره ما بين 2014 الى 2018. طبعا هناك مخفيين بالالاف، لدينا في مرصد افاد احصاء يتحدث عن 26 الف عراقي مغيب ومخفي خلال هذه السنوات الاربع، ناهيك عن ما يقرب من 1000 إلى 2000 شخص بالفترة ما بين انطلاق ثورة تشرين إلى وقتنا الحالي. الأرقام هذه المهولة تؤكد أمرين رئيسيين، أولا أن الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية فعلية بجانب القضاء وجهاز الادعاء العام، لأن كثير من عمليات الإخفاء والاقتياد لهؤلاء المغيبين المختطفين تمت على
الملأ وأمام أعين القوات الأمنية التي كانت بجنب ميليشيات الحشد المسؤولة والمتهم الرئيسي بعملية الإخفاء والتغييب، لأن هناك كثير من الفيديوهات نشرها حتى أفراد من فصائل الحشد الشعبي على حساباتهم، وهذا الأمر لم يعد يخفى على أحد. هناك النقطة الثانية، أنه قبل أسبوع يمكن أثيرت قضية الخسفة هذه في مدينة في محافظة نينوى، أهالي الموصل يتحدثون عن ربما 10,000 يقلون أو يزيدون مخفي أو مختطف أو مقتول تم دفنه في تلك المقبرة. هذه المقبرة يقال أنها تم ردمها مرة ثانية بعد أن ردمت في أيام سيطرة تنظيم داعش على المدينة. السؤال الآن على جواب لسؤال حضرتك عن موضوع الازدواجية، سواء فيما يخص الحكومة العراقية أو ميليشيات الحشد الشعبي، لماذا هذه المقبرة مثلا في الخسفة يتم ردمها وعدم إظهار المخفيين فيها والذين قتلوهم بالآلاف، بينما تظهر مقابر أخرى بعضها يقال في أيام النظام السابق قبل 30 سنة أو 40 سنة، وبينما المخفيين الذين تحدث عنهم أكثر من 26,000 يتم تغييبهم وعدم السؤال عنهم. هناك إشكالية أخرى في موضوع مصير عائلات هؤلاء المخفيين والمغيبين قسرا. نحن أشرنا إلى أنه هناك واقع حقوقي قانوني اجتماعي خطير مسكوت عنه من قبل الأجهزة الحكومية، سواء الحكومية التنفيذية أو الرقابية القانونية القضائية. هؤلاء المخفيين لديهم زوجات وأبناء وبنات، أيتام وأرامل، لا يتمتعون بأي رعاية حقيقية من الحكومة العراقية ولا من مجلس القضاء، لا تصرف لهم رواتب رعاية اجتماعية ولا يعطون حقوق الشهداء. الحكومة العراقية، وأنا أنقل هنا على لسان صالح المطلق السياسي العراقي الذي التقى مع مسؤولين سنة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل 9 أشهر، خرج بلقاء كان يتركز على موضوع مفقودي الصقلاوية 700 والرزازة أكثر من 2500 شخص. قال صالح المطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغهم أن هؤلاء مقتولين، لكن لا يستطيع أن يعلن ذلك علنا لأن المسألة متعلقة بالجهة التي غيبتهم وقتلتهم أو دفنتهم. لا تعلم إلى اليوم مقابر هؤلاء ولا أماكن دفنهم، وبالتالي ليس هناك أيضا معلومة عن إن كانوا أحياء أين هم وأين مسجونين وأين يحاكمون. بالتالي هناك ملفات مترابطة متشابكة قانونية جنائية اجتماعية تتعلق بمصير هؤلاء المختطفين وعائلاتهم. لماذا لا تبادر الحكومة العراقية رغم كثير من المناشدات والدعوات لحل هذا الملف المحتقن وإنهاء هذه المأساة الحقوقية التي تتعلق بمصير آلاف العائلات العراقية من الأنبار وصلاح الدين وبغداد ونينوى وكركوك وديالة؟ لماذا يتم فسح المجال أمام هذه الميليشيات للتغول واستمرار هذه المعاناة؟ لماذا إلى اليوم نتحدث عن 1500 شخص مغيبين من اندلاع 23؟ كثير من هؤلاء تم خطفهم أمام أعين الأجهزة الأمنية ولا تتصرف، وبعضهم هناك فيديوهات ومقاطع تتحدث عن مكان اختطافهم والجهة التي اختطفتهم. لماذا الحكومة العراقية تمارس هذه الازدواجية مع الميليشيات وبينما تحاسب جهات أخرى؟ بالعودة لك أستاذ مجاهد الطائي، بالتأكيد الأمم المتحدة وصفت ما يجري في العراق من إخفاء قسري أنه يمثل رعبا للمجتمع كما تحدثنا قبل قليل، ولكن في هذا الصدد يعني مسألة أنه عدم تعامل أو تعاطي الحكومة في العراق الحالية مثلا، يعني الحكومات المتعاقبة غضت الطرف عن هذا الملف، بل وهناك اتهامات لها بأنها مشاركة للميليشيات بقتل العراقيين أو تغييبهم قسريا. لماذا لم تتعامل بجدية وبدقة مع هذا الملف وبتشكيل لجان دولية تكون موجودة على أرض الواقع تكشف وتعطي النتائج على الأرض؟ طبعا هناك عدة أسباب لعدم تعاطي الحكومة العراقية مع هذا الملف. أولا الملف يرتبط بالجهة الفاعلة، يعني إذا كانت هذه الجهة الفاعلة هي
داعش أو مقابر جماعية أو مفقودين يتعلقون بالنظام السابق يتم كشفهم والبحث عنهم وتشكيل لجان والتعاون الدولي ما يخدمهم سياسيا يعني تماما يوظفونها سياسيا يعني أن هذا النظام حارب الدكتاتورية من جهة ويحارب الإرهاب من جهة أخرى. أما فيما يتعلق بجرائم تلك الميليشيات التي تمارس ذات الفعل وتمارسه في ظل نظام يعتبر نظام ديمقراطي فلا تستطيع هذه الحكومة الذهاب ومواجهة وفتح هذا الملف لأن هذه الميليشيات لديها غطاء أولا حماية إقليمية من قبل إيران لأن إيران لديها مصالح ونفوذ وسيطرة في العراق وبالتالي هذه الميليشيات تحمي هذه المصالح الإيرانية وأي استهداف لهذه الميليشيات سينعكس على المصالح الإيرانية بطريقة أو بأخرى وبالتالي الحكومة لا تفتح هذا الملف هذا من جهة من جهة أخرى الحكومة العراقية هي مشكلة من مجموعة أحزاب هي ليست طرف وليست رئيس وزراء فقط هناك يعني عدد من الأجهزة والوزارات المعنية وجميع هذه الوزارات والحكومة تتشكل من قبل مجموعة أحزاب وجميع هذه الأحزاب تدرك جيدا حجم وقوة النفوذ الإيراني في العراق وبالتالي لا تستطيع الضغط على هذه الميليشيا لا داخليا لأن سيكون مصيرها كما حصل مع مصير الكثير من القادة السياسيين الذين كانوا يطالبون بحقوق جهات وفئات معينة وبالتالي تم تسقيطهم سياسيا أو فتح ملفات كيدية ضدهم وبالتالي فشل في استمراره واستهدف شخصيا من جهة أخرى الأمم المتحدة يعني لو نراجع جميع تقارير الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق ب يعني جرائم الإخفاء كما ذكر دكتور حسين أن يعني خاصة فيما يتعلق بالصقلاوية أو القرمة أو جرف الصخر أو صلاح الدين لا هنا هنا التقرير المفصل للأمم المتحدة كان بالتعاون مع حكومة العبادي وأيضا لجنة من محافظة الأنبار جميعهم أكدوا أن هناك تقريبا يعني 672 شخص تم اختطافهم 17 منهم تم قتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية 3 منهم هربوا وأوصلوا هذه المعلومة واللجنة التحقيقية اتهمت شخص بعينه واحد فقط هو كان يتبع لمنظمة بدر والتقرير يتحدث عن هذا الشخص اعترف بالجريمة وفي النهاية أحيل إلى أمن الحشد وهو في معتقل في الشعب يتم التحقيق معه لكن بعد فترة انتهى الملف يعني جميع تقارير الأمم المتحدة التي تتحدث عن الانتهاكات لا يمكن تحقيق العدالة في العراق لا يمكن ضمان محاكمة عادلة في السجون العراقية تتحدث عن الإخفاء هذه التقارير تبقى حبرا على ورق ولا يتم تحويلها أو الاستفادة منها على المستوى الداخلي بالتشريعات البرلمانية التي تمنع هؤلاء أو الضغط الدولي من قبل قرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بتوضيح ما يجري في العراق يعني جميع هذه السلوكيات يجب أن يكون هناك تعاون عليها يعني من قبل الحكومة العراقية الأجهزة القضائية والأمم المتحدة ومنظمات دولية ويكون هناك ضغط بهذا الاتجاه لكن جميع هذه الأطراف يعني لا الحكومة العراقية ولا القضاء ولا الأمم المتحدة ولا القوى السنية حتى يعني طبيعة النظام الطائفي في العراق طبيعة صيغة المحاصصة هذه لا ليس فقط يتم توزيع المصالح سنة السلطة يتاجرون بقضية المهجرين وقضية تماما يعني النظام السياسي نظام محاصصاتي طائفي لا يتقاسمون فقط السلطة والنفوذ والمكاسب هناك نوع من ربط حتى أزمات الطائفة بممثليها وبالتالي أزمة المكون الشيعي يجب أن يحلها المكون الشيعي أزمة المكون السني يجب أن يحلها القوى السنية أزمة المكون الكردي يجب أن يحلها القوى الكردية هذه نتاجات نظام وبالتالي المحاصصة وبالتالي هناك ليس هناك سياق دولة في التعامل مع هذه الجرائم اسمح لي فقط أستاذ مجاهد أن أنتقل بالسؤال للأستاذ إيناس أستاذ إيناس يعني في هذه الحالة الكرة ربما ملقات في ملعب ذوي المفقودين أصبح ذوي المفقودين الآن السماء
والأرض، ليس لديهم من يقف معهم من أجل أن يصلوا إلى ذويهم أو مصيرهم. أستاذ إيناس، في هذه الحالة ماذا ينبغي على ذوي المفقودين، ذوي المغيبين قسريا الذين لا يعرفون مصير أبنائهم؟ منظمة Human Rights Watch تتحدث عن من 250 إلى مليون مفقود، تقارير أخيرة تتحدث عن 10,000 مفقود في مخفي قسريا في الموصل، في صلاح الدين، في ثوار تشرين، يعني هنا نتحدث عن أرقام مهولة. ماذا ينبغي على ذوي المفقودين فعله؟ نعم، يعني هذا سؤال جدا مهم دكتور سمير. يعني فعليا اليوم ذوي المفقودين هم أولا من يملك سلطة تحريك أي شكوى قضائية أو أي دعوة عند لدى المدعي العام أو النيابة العامة لدى العراق، على الرغم من معرفتنا بأن النظام القضائي العراقي قد يكون يعني متراخي في هذه المسألة، إلى أن سلطة تحريك الشكوى ابتداء تكون من قبل ذوي الأهالي والضحايا، وهذه الخطوة مهمة جدا حتى وإن كانت يعني في سبيل فتح الملف فحسب دون الوصول يعني إلى النتيجة كما نعرف، ولكن على الأقل هذا الأمر يثبت أن هذا الشخص فعلا مفقود قسريا، وهناك من الأدلة ما تثبت ذلك. ثانيا، يجب تقديم البلاغات إلى المنظمات المعنية في المخفيين القسريين أو المفقودين، سواء كانت هذه المنظمات منظمات مجتمع مدني عراقي داخل العراق، أو إن كانت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، أو حتى منظمات دولية يعني أيضا معنية في هذا الملف. ثالثا، يجب أيضا أن يكون هناك اهتمام واستغلال واستثمار لفرصة زيارة اللجنة المعنية في الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة للعراق في شهر 11 القادم، من أجل عقد العديد من اللقاءات سواء مع ذوي الضحايا والمفقودين أو حتى من قبل المجتمع منظمات المجتمع المدني، من أجل إيصال أولا هذه التوثيقات، هذه البلاغات. هناك يعني نحن نعرف أيضا كحقوقيين ومتابعين للشأن العراقي بأن العديد من المنظمات وثقت تقارير بالصور وبالفيديو، وهذه مهمة كأدلة من أجل فتح تحقيق جاد. ربما هذه الزيارة تكون أيضا بوابة من أجل عرض الملف على الجمعية العمومية، وأيضا عرض الملف على المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه الجريمة التي نتحدث عنها هي جريمة ضد الإنسانية، وهي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي لا تتقاضى يعني حتى وإن كانت هناك جرائم ارتكبت قبل حتى الاحتلال الأمريكي للعراق، فأيضا هذه الجرائم أيضا تسبق عليها صفة الجرائم ضد الإنسانية، ويمكن معاقبة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة النكراء. هذا ما نقوله نحن كحقوقيين، هذا ما نتمسك فيه، هذا ما ندعو أهالي الضحايا إلى التمسك فيه. أما الاستسلام أو حتى يعني عدم القيام بأي شيء أو حتى التعويل على الجهود الحكومية، هذا الأمر غير كافي ولن يكون مجدي في نهاية الأمر. يجب أن يكون هناك ضغط شعبي وأيضا دولي من أجل الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص إن كانوا أحياء، وأيضا إنصاف الضحايا في حال أنهم كانوا يعني قد ارتكبت بحقهم جرائم قتل أو تعذيب. نعم أستاذ إيناس. أستاذ مجاهد، لا تتوقع أن يكون هناك قوة دافعة كبيرة شعبية لإيقاد ثورة جديدة على غرار ثورة تشرين يكون دفعها نحو المطالبة بإسقاط النظام، نظام المحاصصة، لأن الكثير أعداد هائلة من ثوار تشرين هم لا يعلم مصيرهم، أهلهم لا يعرفون عنهم شيئا. نعم، في البداية دعني فقط أعلق على كلام الشق الأول من كلام الدكتورة إيناس فيما يتعلق بشكوى أهالي الضحايا في المحاكم. طبعا الحكومة العراقية قامت وكان لها دور في الطلب من ذوي هؤلاء المخفيين قسرا بتحويل ملفهم من ملف أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قتلوا بشكل جماعي وأخفوا قسريا بطريقة كانت في فترة الحرب، وتحويل ملفهم إلى قضايا جنايات شخصية. هذه كارثة كبيرة من الناحية القانونية، لأن الملف ليس ملف جنايات أو حدث
حصل. وهل هذا استاذ مجاهد وهل هذا شيء جديد؟ يعني كما هو معلوم بحسب وصف الكثير من المراقبين والمحللين للاحداث في العراق وللقضاء تحديدا ان القضاء استخدم يعني كأداة للسياسة، تم تأسيس القضاء منذ عام 2003 لخدمة الأحزاب في العراق، هل هذا بشيء جديد؟ يعني القضاء العراقي تاريخيا هو قضاء لا يعني من في القضايا السياسية لا يستطيع البت بعدالة واستقلالية، هناك نوع من الضغوط التي تمارس من قبل النظام نفسه سواء في هذه القضايا أو غيرها، لكن يعني رغبة الحكومة، يعني هو القضاء هو جزء من الدولة، وهذا السلطة القضائية هي يجب أن تكون مستقلة، ولأن القضاء غير مستقل وهو يعتبر أداة سياسية بيد أطراف متعددة تستطيع الضغط عليه ويعني استخدام قرارات القضاء ويعني آلياته من أجل مواجهة هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي هناك نوع من تمييع القضايا وتقزيمها وتسخيفها من تحويلها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى جرائم فردية، يذهب ذو المخفيين قسرا ويشتكون على فلان من فلان من العنصر الميليشياوي أو الميليشيا الفلانية، وهذا هذا السياق لن يتم ولن يكون سياق صحيح، لكن الحكومة هناك دفع باتجاه تحويل الملف، يعني تحويل هناك رغبة، يعني كما تفضل الدكتور حسين دلي هناك نوع من يعني الرغبة بتحويل الملفات، يعني تحويل ملف من جرائم ميليشيات، هناك أهالي المخفيين يتعرضون لابتزاز لضغوط وبالتالي يريدون منهم تحويل الملف من جرائم ميليشيات إلى جرائم داعش أو جرائم حرب وجرائم الإرهاب، وبالتالي يحصلوا على مثلا إعانة اجتماعية أو يعني فتح الملف والحصول على امتيازات. طيب في هذه النقطة وتعويضات. اسمح لي أستاذ مجاهد أن ننتقل لأستاذ حسين دلي. أستاذ حسين دلي عاد إلينا بعد أن انقطع الاتصال. أستاذ حسين، هل استخدم أو استخدم ملف المعتقلين والمغيبين والمخفيين قسريا من أجل أخذ الإتاوات لتمويل الميليشيات المدعومة من إيران؟ سيد حسين تسمعني؟ سيد حسين تسمعني؟ هناك مشكلة في الصوت. إذا انقطع الصوت، سنعود الاتصال مرة أخرى بالأستاذ حسين. سيد حسين تسمعني الآن؟ نعم نعم. إلى أي مدى استخدم ملف الإخفاء القسري في تمويل الميليشيات؟ أعتقد أولا أن موضوع المخفيين تحدث كما سلفت عن آلاف العشرات آلاف المخفيين، إذا نتكلم فقط في السنوات الأخيرة معظم هؤلاء تتم ابتزاز عائلاتهم بأشكال مختلفة. في البداية في السنوات الأولى عندما كان أحياء كان يتم تسريب بعض قصص هؤلاء لعائلاتهم أو لبعض مناطقهم وتدفع مقابلهم يعني آلاف الدولارات، وبالفعل تم إطلاق سراح بعضهم، وأنا أتحدث هنا عن أول ثلاث سنوات ربما 14 15 16، بعدها اختفت معظم هؤلاء بسبب أن الحكومة العراقية لم تعلن مصير هؤلاء والميليشيات أخفت مكان أو مصير هؤلاء، انتقل الابتزاز إلى عائلات ذوي المخفيين. طبعا نحن نعرف انه الابتزاز يشمل السجناء المعروف مصيرهم في سجن الحوت، في التاجي، في الكفيل، في سجن المطار، وهذه الابتزاز على قدم وساق يشمل حتى القضاة، ليس فقط الاجهزه الامنيه وليس فقط الادارات السجون. المخفيين الان ربما في الفتره الاخيره خفت هذا الموضوع في موضوع الاستفاده الماليه من الميليشيات، لكن الميليشيات طبعا تستغل كل مفاز الحياة. اليوم الميليشيات تسيطر على كثير من الحياة الاقتصادية وتتربح من هؤلاء وتسيطر على وزارات، فموضوع المخفيين يتم استغلاله بالابتزاز لعائلات المفقودين. أستاذ حسين، يعني كما هو معلوم في جميع الدول في العالم الدول المتقدمة أن الإنسان هو القيمة العليا، لماذا في العراق تحديدا، عراق ما بعد الاحتلال،
الإنسان يتم إخفاؤه وتغييبه وقتله واعتقاله وتعذيبه وسلب حقوقه، في حين أن هناك قوى سياسية وأحزاب تتصارع وتتكالب على النفوذ وعلى السلطة. هناك طبعا الإشكالية الحقيقية هي في البنية الفكرية والعقيدة الأمنية إذا صح التعبير. اليوم نحن كثير من العراقيين كانوا مغيبين أو مغربين في السنوات الأولى بعد احتلال العراق، كثير منهم لم يصدقوا ما كان يروى عن الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها القوات الأمنية العراقية التي صرفت عليها المليارات. ثم بعد قصة داعش واختراع الحج الشعبي الذي يعني بات بعرف العراقيين هو حارس ثوري إيراني يتمول ويتسلح من أجهزة الحكومة العراقية والميزانية الحكومية، هذه البنية الفكرية والعقيدة الأمنية التي يعني تم تأسيس مسار الأجهزة الأمنية عليها منذ 2003 إلى اليوم تميل إلى أولا قضية المحاصصة وبالتالي ولاء هؤلاء لأحزابهم وليس للحكومة العراقية. ثانيا هناك عنصرية وطائفية في التعامل بين المكونات المختلفة بين المنتمين للأحزاب وغير المنتمين للأحزاب. هناك إشكالية في الوزراء، الكابينة الحكومية، البرلمان العراقي، القوانين والقرارات التي تناقش حتى على مستوى البرلمان العراقي يتم الاتفاق عليها مسبقا بين الأحزاب، هذا نتناوله وهذا نتناوله. هناك إشكالية في هذه الأمور تم على أثرها يعني إعادة صياغة حتى المجتمع العراقي بتفاصيله بالتعايش الذي كان معروف عليه بين المكونات الاجتماعية في العراق، هذه كلها نسفت بسبب تراكمات سنوات. نحن نتحدث عن اقتربنا من 20 سنة بعد الاحتلال، تغيرت كثير من الأمور. الدولة العراقية نفسها، الدستور العراقي الذي الآن يعترضون عليه، تكلمنا كثيرا بل تكلمت أجهزة يعني داخل العراق وخارج العراق، يا جماعة هذا الدستور أعود، هذا الدستور فيه مفخخات كثيرة من القوانين التي يتم يعني طيها ويعني الاحتيال على كثير من بنودها بغية تنفيذ مآرب حزبية وتمهيد لكثير من التدخلات الخارجية على رأسها الإيرانية والأمريكية. فهذه الإشكاليات مترابطة مجتمعة أسست لي عقد اجتماعي مشوه في العراق يتمايز فيه مكون على مكون وأحزاب على أحزاب وجهة على أخرى. طيب أستاذ إيناس، بالعودة إليك مرة أخرى، موضوع تأسيس القضاء في العراق، نحن في إطار 19 سنة بعد احتلال العراق وإلى الآن القضاء يستخدم استخداما في سبيل بقاء نفوذ الأحزاب الحاكمة المتسببة والمتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد العراقيين. يا ترى بالتأكيد بعد مرور هذه السنوات هناك أساليب مستجدة ومستحدثة في التوثيق، يعني أساليبكم الحديثة في التوثيق، هل ثمة أساليب ممكن أن توضحيها لنا في توثيق جرائم التغييب القسري في العراق تحديدا؟ نعم، يعني هذا الأمر يتم فعليا من خلال إرسال الوثائق والأدلة، أي أسماء للأشخاص المختفين من قبل ذويهم أو الأشخاص المتضررين، هذه الأشياء يمكن أن ترسل عبر الإيميل إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري كمجرد إبلاغ عن هذه الحالات. من الممكن أيضا تزويدها بالمنظمات المعنية بتوثيق وإحصاء وإصدار تقارير دورية حول هذه الأعداد، أعداد المختفين قسريا والمفقودين. أيضا بالإضافة إلى ذلك التوجه إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان في العراق، ويعني هناك فريق يعمل هناك، وأيضا من الممكن توثيق هذه الحالات من قبل المواطنين أو المتضررين لديهم أيضا. يعني هذه الحالات أو هذه الأدوات جميعها متاحة وممكنة بالنسبة للأشخاص المتضررين والأهالي، وأعلم بأن هناك من الأهالي من فقد الأمل
بعودة يعني أقربائهم أو أحبائهم، ولكن هذا لا يعني بأن يعني الأمر أصبح يعني جريمة بدون عقاب. هذا الأمر لا يمكن أبدا السكوت عنه، لأنه يعني سيأتي يوم تحاسب فيها الحكومة العراقية وكل من هو مسؤول فعليا، يعني حتى الأشخاص أو المسؤولين بصفاتهم الشخصية أيضا سوف يحاسبون عن هذه الجرائم. من المهم جدا التوثيق، ومن المهم جدا إيصال الصوت أيضا إن كان هناك مثل ما ذكرت سابقا ضغط شعبوي أو ضغط من قبل منظمات المجتمع المدني، سيكون هذا أيضا مفيدا لإعلاء الصوت وأيضا للضغط أكثر على الحكومة العراقية من أجل الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص. نعم أستاذ إيناس. أستاذ مجاهد، يعني أسلوب بث الرعب داخل المجتمع من خلال استخدام استراتيجية الإخفاء والتغييب القسري، كيف تركت أثرها على المواطن ونظرته للحكومة؟ طبعا لأن يعني السياق هو ليس سياق فقط يعني سياق سلطوي، يعني هناك أنظمة في المنطقة العربية على سبيل المثال أو في أمريكا اللاتينية أو أي دولة ديكتاتورية تمارس هذا النوع من بث الرعب من أجل السلطوية. هناك نوع من تثبيت النظم الديكتاتورية وحكم الفرد والحزب الواحد. لكن في العراق هناك نوع من السلطوية الطائفية، يعني هناك يعني خلط أو يعني ثنائية في التعامل مع هذا الملف. هذا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في المدن التي يعني اجتاحها داعش. أما في المدن الأخرى في الجنوب العراقي فهي تفرض نوع من السلطوية. هناك منع لمواجهة هذا النظام سواء بثورة تشرين أو بأي نشطاء يطالبون بأي تغييرات أو إجراء إصلاحات على هذا النظام. هم لم يريدوا إسقاطه، إنما أرادوا إصلاحه، إصلاح هذه الإجراءات الحكومية. بث الرعب هذا يضرب شرعية النظام الديمقراطي الذي يسمى ديمقراطي. هناك نوع من ضرب الشرعية، ضرب الرعب يضرب الشرعية. الرعب مرتبط بالنظم الدكتاتورية، أما في النظم الديمقراطية فيجب أن يكون هناك سيادة للقانون، الخوف من القانون وليس الخوف من الميليشيات. هناك فرق ما بين طريقة التعامل مع هذه الأطراف. طيب أستاذ حسين دلي، بالعودة إليك، يعني التغييب القسري والإخفاء القسري يا ترى هل سيقف عند حدود العراق أم أنه سيتعدى حدود العراق، وخاصة أن إيران متهمة باستخدام استراتيجية التهجير والتغييب القسري والإخفاء القسري باستخدام أدوات الميليشيات، وهذا الأمر موجود في سوريا وموجود في اليمن. هل هذا الأمر استراتيجية إيرانية سوف تكون أو يكون أثرها منطلق من العراق إلى خارج العراق؟ يعني لا ريب ان معظم الناس المتابعين او الخبراء بل حتى المجتمع الدولي اصبح يرمي النظام الايراني بانه يعني اي دوله يدخل فيها هذا النفوذ الايراني فلا بد ان تكون هناك ما يسمى بالحرب الاهليه، التغيير الديموغرافي، الاستغلال الاقتصادي، نهب الثروات، تجهير جزء من موارد تلك الدول لمصلحة النظام الإيراني. هذا المشهد كما سبت أو ذكرت حضرتك يعني ملاحظة جدا، كل الناس يتحدثون عن العراق وسوريا واليمن ولبنان. الأجهزة الدولة ضعيفة، الحكومة شبه فاقدة لسيطرتها على مفاصل المجتمع والدولة. ليست هناك دولة بالمعنى الحقيقي بعد أن كانت هذه الدول يعني لها يعني مستقبل جيد. الإشكالية اليوم طبعا تتركز بالدرجة الأولى الأساس على العراق. لماذا؟ لأن العراق لديه ثروة نفطية وكفاءة بشرية تفوق الدول الثلاث الأخرى. كل التقارير الإخبارية تحدثت عن أنه أحد مصادر دعم بين قوسين الصمود الإيراني أمام العقوبات الدولية والأمريكية هي الأموال العراقية من زمن نور المالكي الذي جير كثير من ميزانية الدولة العراقية وفق شهادات مسربة، بل تحدث عنها حتى أركان في أجهزة الدولة الحكومية، واحد منهم يعني كان في هيئة النزاهة.
أشار إلى راضي الراضي، أشار إلى أنه حكومة المالكي كانت عون رئيسي إلى إيران، حتى أن نظام بشار الأسد في سوريا الذي كان على وشك السقوط نور المالكي كان يسهل عبور الميليشيات وعبور النفط وعبور الأموال لمساندة نظام استراتيجية بشار الأسد. استراتيجية التغييب القسري مصطفى الكاظمي تمول حكومة حزب الله في بيروت في لبنان بتسهيلات نفطية. الإشكالية مع الحوثيين في اليمن لا تختلف عن هذه الدول الثلاث، فهذا الأمر ملاحظ بشدة، وعمليات النفوذ الإيراني تعتمد على نهب الثروات، على التغيير الديموغرافي وتغيير حتى أفكار المجتمع، وباستخدام الإخفاء القسري أيضا. أستاذ حسين، أستاذ إيناس، في هذه الحالة بالطبع هناك من يقول أن السياسة الدولية تتأثر أو القانون الدولي هو محكوم بالسياسة الدولية، هل تتوقعين أن يكون في العراق بصيص أمل بأن يعود الحق لأهله، بأن يكشف مصير المفقودين، بأن يبرد قلب ذوي المفقودين؟ هل تتوقعين أن يكون هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، أم أن المرحلة المقبلة والقادم سيكون مشابه للذي مضى؟ نعم نعم، يعني هو فعليا القانون وجد للانصياع له وللالتزام به، ولكن لا يوجد تطبيق لأي قانون دون المطالبة بالحق بتطبيق هذا القانون، وإن كان هناك سياسة دولية وإن كان هناك مصالح دولية تؤثر على تطبيق هذا القانون أو تؤثر على مثلا إنزال العقوبات أو إحالة سياسيين وقادة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن دائما إرادة الشعب هي التي تنتصر، وهذا النموذج رأيناه مرارا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون دون المطالبة بهذا الحق، بحق الإنصاف، بحق الوصول إلى العدالة. يعني لا يمكن أبدا أن نتحدث اليوم عن يعني إنكار لمفهوم العدالة الدولية، أو حتى أن نقول بأن لا فائدة من وجود القانون الدولي، لأن هذا فعليا استسلام للجريمة واستسلام للجاني، وهذا أيضا مساعدة ومساهمة في مساعدة الجاني للإفلات من العقاب. البصيص الأمل هو التمسك بالقانون بالتأكيد، وهو أيضا المضي قدما في الخطوات الممكنة من أجل الوصول إلى الإنصاف، وليس الاستسلام. ونعم نعم، أنا شخصيا أؤمن بإن شاء الله ستكون العدالة لأهالي المفقودين، وسيكون هناك إنصاف لذويهم، وحتى وإن كان هناك ضرر جسيم لا يمكن إرجاعه مثل الموت، يعني حالات الموت، على الأقل هناك عقاب للمجرمين أو الجناة الذين أوصلوا الضحايا إلى هذه الحالة. يعني أقول من منبركم هذا ومن قناة الرافدين لكافة أهالي الضحايا بأن لا يستسلموا، وأن يقاوموا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وفي سبيل معاقبة الجناة أيضا. نعم أستاذ مجاهد طه، استمعت إلى ما تحدث به أستاذ إيناس. من ينصف أو سينصف ضحايا الإخفاء القسري العراقيين؟ أعتقد أن الظرف الداخلي والظرف الإقليمي والظرف الدولي بما فيها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، جميعهم لا يدفعون بهذا الاتجاه، ولن يحاسبوا أي طرف، ومتى ما سيعتقدون بأن النظام السياسي العراقي يجب أن يدان، ويجب أن تنتزع منه الشرعية، ويجب أن يتم الضغط عليه، سيحاسبوه حتى على حقوق الحيوانات، وسيضغطون عليه بشتى الوسائل لإسقاطه. وقضايا الإخفاء القسري هي واحدة من عشرات وربما المئات الملفات التي من الممكن إدانة هذه الأجهزة وهذا النظام بسهولة. شكرا لكم أستاذ مجاهد الطاهي، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو، وشكرا للأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية، شكرا لضيفتي عبر سكايب، وشكرا لضيفي عبر سكايب الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد. شكرا لضيوفي الكرام. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، وفي أمان الله.